تلقت هيئة الحقيقة والكرامة إلى حدود اليوم والمتزامن مع مرور سنة على انطلاق الفعلي لنشاطها، تلقت ما يزيد عن 22 ألف ملف يتعلق بالانتهاكات على مدى أكثر من 50 سنة، وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في ندوة صحفية عقدت ظهر اليوم. لحوصلة أهم ما قامت به هيئة الحقيقة والكرامة طيلة سنة كاملة من النشاط، عقدت الهيئة صباح اليوم ندوة صحفية في الغرض، أين أكدت سهام بن سدرين أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع ودون استثناء. حوصلة السنة هذه شو اللي عملنا فيها؟ تعرفوا الكل اللي يوم 15 ديسمبر 2014 كانت انطلاق أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وفتح أبوابها لي الجميع للضحايا قبل كل شيء ولغير الضحايا بالطبع، وخاصة منهم انتوما الإعلام والمجتمع المدني. وإحنا في الهيئة ننتظر أقل ما يقال 30 ألف، أقل ما يقال، ممكن أكثر، ممكن نوصل لـ40، لكن إحنا نقولوا انتظاراتنا هي قرابة 30 ألف، وثلاثنا في سنة نكون كل سمعناهم في خلال سنة 2016. كيف إحنا انتبهنا اللي المبالغ اللي إحنا طلبناها ما هيش موجودة في الميزانية اللي وصلت البرلمان، عملنا جلسات مع اللجنة المسؤولة بالمالية على المالية، وكان تفاهم تام، وعملنا جلسة مع وزير المالية بحضوره ولقينا حلول. هذا ولم تخفي سهام بن سدرين عدم رضاها عن الميزانية المرصودة للهيئة أمام الحجم الهائل للملفات، خاصة وأن العدد المرجو سيبلغ 30 ألف ملف، وأن الحوار لا زال متواصلا مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية.